بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام، حياكم الله أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم عبر قناة الأردن الرياضية شاشة التلفزيون الأردني. دائما نرحب بكم في هذا اليوم المبارك، في هذه الجمعة الطيبة. نرحب بكم ونطل عليكم لتقديم هذا العدد الجديد من المجلة الرياضية. الإنجاز، دائما الإنجاز يتعلق بمنتخب كرة السلة. سنكون مع منتخب كرة السلة وآخر الاستعدادات والتحضيرات لكأس العالم. سنتحدث عن وديات منتخبنا لكرة القدم وما بين مؤيد ومعارض، والمعارض أكثر على أداء فيتال وقيادته للمنتخب الوطني. سنتحدث عن منتخب كرة القدم، سنتحدث أكثر وأكثر تقارير محلية من خارج الوطن ومن داخل الوطن، شبابية رياضية، كل ما حصل خلال الأسبوع الماضي. دائما نقول كل عام وأنتم بخير، الأردنيين بألف ألف خير، جلالة الملك بألف ألف خير بمناسبة العيد العشرين للجلوس الملكي. بسم الله نبدأ. نقول دائما دام الأمن والاستقرار على هذا الوطن، على هذا الشعب الطيب دائما. ونبدأ بتقليب أولى صفحات هذا العدد من المجلة الرياضية، واللي راح نتحدث فيه عن كرة السلة. هنالك دائما الإنجاز والطموحات دائما تتعلق بمنتخب كرة السلة، كيف لا، والذي وصل لكأس العالم مرتين. سنتحدث عن كرة السلة، ومن سيتحدث معي عن كرة السلة أكيد الأمين العام للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة المهندس نبيل أبو عطاء. الله يمسيك في الخير. الله يمسيك في الخير، يعطيك الصحة. تسلم. مبارك، ودائما نقول مبارك لنشامة كرة السلة، لأنه بالفعل كرة السلة يعني بتفش الغول ولا لا؟ والله أنا مبروك لكل الأردنيين، يعني الفرحة اللي بيعملوها الصقور للبلد، هاي هي الفرحة، يعني هذا هو الإنجاز البسيط اللي الناس عم تستناه دائما. مش ما ما عاد حلم إنه نتأهل على كأس العالم. كرة السلة بتقول هاي مهمة إنه نتأهل على كأس العالم. هلا الحلم البسيط الجديد إنه نكون بالأولمبياد 2020، وقادرين إن شاء الله بهدول الصقور وهمتهم إن شاء الله. طيب
بدنا نروح للحدث كان خلال الأسبوع الماضي، وأقامت اللجنة المؤقتة في اتحاد كرة السلة حفل تكريم لأبطال ونشامة كرة السلة بمناسبة التأهل لكأس العالم في الصين، طبعا الذي سيتنافس مع 32 دولة عالمية نخبة كرة السلة في العالم. أبطال السلة الأردنيين وعدوا بتحقيق الإنجاز، وخصوصا بأن هذه المرة الثانية التي يتأهل فيها منتخب السلة لكأس العالم. هذه لقطات من حفل أو الاحتفال اللي أقيم بهذه المناسبة، وهو تكريم للنشام، وإن شاء الله بعد ما يرجع يكون في تكريم أكبر وأكبر. سيد ناصر المجالي والشركات الراعية مع كبير المحبين لكرة السلة كاسة لعمل مبرمج. الشكر لمدينة الحسين للشباب. التكريم التالي لشركة أورنج الداعم للمنتخب الوطني. شكر لفندق روتانا قوات الترك. نقدم أيضا ونقدم أيضا درع خالة أردنية مرصة. طبعا كما شاهدنا هذا التكريم كان برعاية وزير الشباب والثقافة محمد أبو رمان، أيضا بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية ناصر المجال، وحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية، دكتور عاطف الويضان، أيضا إعلاميين، دكتور جهاد قتيشات، مجموعة من الرياضيين والإعلاميين اللي وقفوا مع منتخب كرة السلة. نتحدث عن هذا التكريم، الرسالة اللي بدكم توصلوها خلال هذا التكريم. أول شيء يا سيدي، هذا التكريم يعني لا يفي حق الصقور بحق، ونحكي كلمة حق هون، الصقور تعبوا كثير، وفي ناس وقفوا وراهم على مسيرتهم خلال التصفيات. هاي التصفيات استمرت لأكثر من عام، فيها كان الأيام الفوز الربح لكل الناس بتزقف معك، وأيام الخسارة وشوفوا الفريق عماله بيخسر ببطولات كبيرة، في ناس خذلته. التكريم هذا فعلا يستحقوا النشامة لأنه تعبوا وفازوا، ولما كان جمهور وراهم واقف، وبعض الناس اللي آمنوا في قدراتهم إنهم راح يتفوقوا ويفوزوا. تكريمهم بعبارة عن حفل عشاء وعرض فيديوهات صغيرة لهم لا يفيهم حقهم. هذا التكريم لو كان في بلد حتى مجاور، خلينا نقول اللي كنا من نافسه ربح وطلع على كأس العالم، ليكون سفير العرب الوحيد في آسيا في ضمن 32 دولة في العالم. صحيح. كان صورهم بالشارع اليوم، كان الحفلات تقام، مش الاتحاد اللي يكرمهم، مين عم بيكرم؟ الشركات الوطنية، يعني الشركات الخاصة هي اللي تكرم، وخصوصا لأنه منتخبنا الوطني يصنف الأول عربيا، أول عربيا، الوحيد عن عرب آسيا اللي بيمثل القارة كاملة، مع عرب القارة كاملة في كأس. وانت عم تحكي عن واحد من 32 فريق في العالم، يعني النخبة. وصلنا لمرحلة عم بشوفك 800 مليون مشاهد راح يشوف كأس العالم، 150 مليون فقط راح يشوفوه على قناة فيبا على الانترنت توقعات يعني، وهذا إشي صاير. يعني الزخم اللي بتشوف اسم الأردن على صدر صقور النشامة موجود على 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 الشاشات العالمية في أرض كبيرة زي الصين عم تستضيف كأس العالم، يستحق التكريم. حتى لو ما كان يا سيدي كأس العالم لكرة القدم، بس نستحق على الأقل
تكريم أكبر لهدول الشباب. إحنا عملنا كل جهدنا اللي بنقدر عليه، والشباب إحنا وياهم وحدة واحدة. صقورنا شامة بيعرفوا الاتحاد شو عم بيجتهد معهم، شو عم بسعالهم. وزارة الشباب يعني كرمنا سيد معالي الوزير، ما قصر معانا وهو بتعب وبدعم وبحاول، لكن الدعم يا دوب يكفي واحد على 8 من تكلفة الفريق لتجهيز فريق محترم كأس عام. وإحنا ما منروح ضيوف شرف، لما منروح منروح عشان نحقق نتيجة محترمة، يا تأخذنا على أولمبياد 2020. حتى لما شاركنا أول مرة بتركيا بكأس العالم كان الأداء وكان يتقدم المنتخب وما كان خلينا نقول لقمة سائغة، لم يكن، بالعكس كان صعب جدا. فرق نقاط بسيطة وكنا متقدمين في أشواط كثيرة. صحيح. والأبطال يعني عندهم الثقة، قادرين. يعني إذا بتحكي مع كل واحد من 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 الصقور اليوم، كل واحد عنده ثقة يفكر كيف بدنا نربح مباراة ألمانيا أو فرنسا. هاي النقطة إنه يكون عندنا الثقة إنه إحنا قادرين نصنع الإنجاز. بدنا نروح لمقابلات أيضا جريناها خلال هذا الحفل. إحنا حاولنا إنه نأمن تقريبا فوق 25 مباراة ودية لهذا المنتخب، لأنه بتعرف هذا كأس العالم، يعني هذا هو يعني حلم أي لاعب، حلم أي بلد إنها توصل إلى هذا المستوى، وهذا نكون من ضمن 32 منتخب بالعالم. والحمد لله الأردن موجود، هو البلد الوحيد ممثل للعرب في آسيا، والبلد الثاني هي وتونس. فهذا إنجاز بحد ذاته بهمة الشباب وهمة الجميع، إن شاء الله يعني بنظهر بمستوى يليق بسمعتنا. يعني إحنا طبعاً بالإمكانيات اللي أتوحت لنا من قبل اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب اللي ما قصروا، أعطونا ميزانية واشتغلنا على بناء على هاي الميزانية. طبعاً إحنا كان بدنا إنه تكون الميزانية أفضل من ذلك بكثير، ولكن إحنا مدركين أيضاً وضع الأردن ووضع الوضع الصعب اللي بتمر فيه بلدنا الحبيب. فإحنا مع يعني زي ما بيحكوا قد الحافك مد رجليك، فهذا اللي سويناه. يعني أول إشي لازم نشكر اللاعبين وأركان اللعبة جميعاً على هذا الإنجاز اللي هو تأهل الثاني في تاريخ كرة السلة الأردنية. غابت السلة الأردنية بعضاً من الوقت، ولكن عادت بصقور منتخبنا لكرة السلة. الخطوة القادمة نعم صعبة ولكن ليست بالمستحيلة، اللي هي كأس عالم في الصين. منتخبنا الآن والقائمين على رياضة كرة السلة عم بيشتغلوا لأنهم يبنوا الفريق المناسب والفريق الأقوى للمشاركة في كأس العالم، ولكن دائما طبعا الدعم الإضافي للرياضات المختلفة دائما بيكون مفيد لأنه يجهزنا أكثر. ونحن نتحدث عن التجهيز، منتخب كأس عالم بده تجهيز كبير. بدرجع شوي لورا، لما كان كثير من غير المتفائلين بالمنتخب قدراته، إنما كنا نتحدث أنه باقي له مباراتين أمام الصين وأمام نيوزيلندا. لا خلص المنتخب، لا وفاز في المباراتين، لم ينتظر يعني الهدايا من أحد. اليوم المنتخب قادر بعد فوزه على نيوزيلندا وعلى الصين، يعني نيوزيلندا يصنف سادس، الأردن يصنف ثامن في المستويات. يمكن هاي بدنا نحكي أنه قسم الاتحاد السلة أو الاتحاد الدولي لكرة السلة المنتخبات اللي مستويات أول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن، يمكن نيوزيلندا بالثامن، إحنا بالثامن، في بالخامس، في ورح نيجي للمجموعات. ليش حكيت أنا رح نيجي للمجموعات اللي رح يلعب فيها المنتخب. فالمنتخب قدر إنه يفوز. اليوم إحنا بحاجة لتجهيز أكثر، مع أخذ بعين الاعتبار إنه الجمهور كان علامة فارقة مع المنتخب الوطني، والإعلام كان علامة فارقة. شو تحضيركم للمنتخب، للجمهور، للإعلام في الصين؟ سيدي خلينا نذكر شوي شو صار. كمان إحنا لازم نحكي إنه نيوزيلندا هو أقوى فريق هجوميا في آسيا في التصنيف التصفيات السابقة.
المنتخب الوطني الأردني استطاع يفوز على فريق المنتخب النيوزيلندي بكامل فريقه. في ناس طلعت إشاعة عشانهم أنه والله في اثنين ما كانوا جايين على المنتخب النيوزيلندي لما لعبنا معهم، ولا الصين كان عم بلعب بفريق مختلف. إحنا فزنا على الصين بأول فوز لنا على الصين خارج في الأردن، استضافتهم في الأردن. فزنا على نيوزيلندا اللي كان أقوى فريق هجومي. قادرين أنه نفكر أنه باستعداد الصحيح والتحضير الصحيح للمنتخب الوطني أنه نستطيع أنه نقدم مباراة قوية أمام واحد من فرق الأوروبية. وهي النقطة يمكن مهندس، أنه عندما قررنا إحنا كلنا نوقف مع اللجنة المؤقتة في عملها، استطاعت اللجنة المؤقتة أنها تنفذ الطموح على أرض الواقع، وفازت على الصين وعلى نيوزيلندا. وهو بجهود وعراء الشباب على الأرض. لما راحوا على دبي راحوا كمان فريق عماله بتدرب وبتحضر، ما كان معهم تكر، ما كان معهم الدويري، وما كان تحضير، يعني رايحين نحضر. طلعت المباريات على التلفزيون، خسروا كم مباراة، في ناس انتقدتهم بسهولة الانتقاد لأنه الناس ما عم تشتغل على الأرض. بس هذا جهد الشباب وعرق المنتخب. ولما تشوفهم اليوم من 1/4 أول نيسان بدأ الفريق يتجمع ليتحضر للتدريب اللياقة البدنية والحركة. هذا الشيء سبقنا فيه إحنا كل المنتخبات اللي عم بتحضر لكأس العالم. طيب. لأنه الناس ما عندها دوري طويل بخلص بشهر 6. منتخبنا كان جاهز قبلهم. طيب. اليوم عندنا تحضير لكمان 20 مباراة أو أكثر على الطريق، وعم نحاول ومتأكدين إن شاء الله من مباراتين أمام المنتخب المصري جبناهم معنا على الأردن عشان الجمهور الأردني يكتفي من شوفة صقور المنتخب وهم عمالهم بيلعبوا في أرضهم. واحدة من المباريات جهزنا لها تكون في إربد عشان جمهور الشمال كمان ورجانا قوته في الدوري وحضوره وحبه للمنتخب الوطني. رح نلعب المباراة في إربد، ورح نلعب المباراة الثانية ضد المنتخب المصري أول شهر 7 في صالة الأمير حمزة، لنرجع نشوف زيارة الجمهور يشوفوا منتخبهم ويشوفوا كمان تحضيره واستعداده إن شاء الله. أكيد. كمل تفضل. لا بس في عنا 20 مباراة هدول ما مش بس بهذا. طيب أنا بس النقطة اللي يمكن الجمهور كجمهور شو عملتوا مع هالجمهور، مع هال شو مرتبين للجمهور إنهم يطلعوا معهم يساندوهم؟ لأنه إحنا في 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 إشي إنه لاعبتنا حماسيين، فهاي النقطة يجب الأخذ فيها وحتى إعلام. بتمنى أستاذي، وهي عن رسالة عن طريق التلفزيون الأردني مؤسستكم اللي دائما دعمت هذا، إنه نلاقي طريقة دعم. ما بيقدر الاتحاد اليوم يطلع طيارة ولا يطلع عدد من الجمهور. إحنا يا دوب عمالنا من كفي برنامج تحضير منتخبنا ليلعب مباريات استعدادية مكافئة للمباريات اللي راح يلعبها ضد فرنسا، ضد ألمانيا، ضد الدومينيكان ريبوبليك، اللي هم فرق جاي كاملة باستعداداتها وجاي معها لعيبة الNBA اللي بيلعبوا بالNBA من منتخباتهم جايين معهم باستعداد كامل. هم بيبدوا 1/8. يا ريت بنقدر احنا نطلع طياره خاصه من الجمهور الاردني يروح يساندنا في 3 مباريات الدوري الاول على الاقل، وبنعرف انه راح يعمل هذا الاشي فرق جدا. لعيبتنا بس يشوفوا فرحه الناس، فرحه الجمهور، فرحه الاطفال الصغار والرجال والسيدات اللي عم بدخلوا على ارض الملعب، واللي ما بنقدر نوسعهم احنا بصاله الامير حمزه لما كانت التصفيات عم تصير. اذا انا بضم صوتي لصوت المهندس نبيل انه يجب انه يكون هنالك وقفه من الجميع، من مؤسسات خاصة، من مؤسسات وطنية، إنه نستطيع إنه يكون في جمهور أو إنه نساعد الجماهير الأردنية أن تصل للصين وتوقف مع المنتخب الوطني في هذا الاستحقاق المهم. المدير الفني للمنتخب لصقور السلة ماذا تحدث؟ Hopefully إن شاء الله on Saturday we're leaving. المشوار صعب وليس سهلا. يوم السبت القادم التوجه إلى أمريكا واللعب 6 مباريات هناك مع فرق أمريكية، ثم المجيء إلى الأردن وبعدها إلى تايوان وتركيا. أهم شيء هناك المباريات كثيرة قبل كأس العالم. مجموعتنا صعبة تضم 3 منتخبات قوية. المهم أن يقدم لاعبين كل ما عندهم بفنون كرة السلة. سيقدمون كل ما عندهم لتمثيل البلد لكل مجهود، ويلعبوا مباريات ويطبقوا كل جديد. طبعا بدنا نتحدث أكثر عن كرة السلة، بدنا نتحدث عن القرعة، قرعة كأس العالم اللي صارت في المدينة الصينية بحضور 32 دولة. المنتخب نشوف بس المجموعات. منتخبنا في المجموعة السابعة، منتخبنا في المجموعة السابعة. خلينا نشوف المجموعات كلها مع بعض.
طبعا منتخبنا في المجموعة السابعة بجانب الدومينيكان وفرنسا وألمانيا. المجموعة الأولى بتضم تونس أو عفوا سهل العاج بولندا الصين وفنزويلا. المجموعة الثانية روسيا نيجيريا الأرجنتين كوريا الجنوبية. المجموعة الثالثة إسبانيا تونس إيران بورتريكو. المجموعة الرابعة أنغولا صربيا الفلبين إيطاليا. المجموعة الخامسة تركيا اليابان تشيكوسلوفاكيا الولايات المتحدة الأمريكية. المجموعة السادسة اليونان الجبل الأسود نيوزيلندا البرازيل. المجموعة السابعة كما تحدثنا الدومينيكان الأردن فرنسا ألمانيا. المجموعة الثامنة كندا أستراليا البرتغال وليتوانيا. مجموعتنا أمام ألمانيا فرنسا والدومينيكان صعبة وما عم نختفي وراء صراعنا، عارفين إنها مجموعة كنا بنتمنى ما نكون معهم. كل الفرق هاي مؤهلة لتفوز باللقب. يعني أكيد في فرق أخرى كمان بتتنافس على اللقب من المجموعات الثانية، لكن كنا بنتمنى وتحضيرنا يعني هذه الشغلة بتلعب الحظ بيلعب دوره، ما بنقدر كمان نتحكم فيها، لكننا سعيدين بكفي بأنه إحنا عزيمتنا أنه قادرين إن شاء الله نحقق الفوز في لو مباراة واحدة تستطيع أن تأهلنا لدور الأول. لازم نعرف إحنا كمان أنه طموحنا اليوم مباراة واحدة بتأهلنا ممكن في حسب الـ إذا كنا مركز ثالث حسب التوالد في المراكز المختلفة. يعني إحنا بنسعى لأقل، هذا أقل السيناريو الأقل، يعني طموحنا أنه نتأهل للدور الأول. طموح أنه نكون أفضل المنتخبات الآسيوية أداء، لأنه الكأس العالم يؤهل 7 فرق مباشرة على أولمبياد 2020 طوكيو. إحنا اليوم طموحنا إنه نكون الفريق الآسيوي الأفضل أداء، واللي عليك تعمله إنك اليابان متأهلة أصلاً إنها مستضيفة لأولمبياد طوكيو، فيفضل عليك إنك تكون أدائك أفضل من الصين إيران أو الفلبين الفرق الآسيوية موجودة. اللي ممكن تكون هي أو إيران اللي ممكن تكون أقوى الفرق الآسيوية، لكن مستوى منتخبنا اللي راح يكون بكامل نجومه إن شاء الله قادر إنه يكون. يعني إحنا لعبنا مع الفلبين وفزنا على الفلبين، إحنا مع مستوى إيران، إحنا فزنا على الصين، بس فريقهم اللي راح يكون في كأس العالم راح يكون مختلف عن الفريق اللي لعبنا معه، لكن إحنا كمان على تاريخنا من 10 سنين قادرين إنه نحقق الفوز أو نحقق نتيجة أفضل في المجموعة من الفرق الآسيوية الأخرى. هذا اليوم اللي عم نرسم السيناريو على أساسه حتى نشوف منتخبنا إن شاء الله في أولمبياد طوكيو. مش هي فرصة وحيدة، في أكثر من فرصة، في بطولات ثانية بتأهل، ممكن تأهلنا لأولمبياد طوكيو. بس احنا بدنا نستغل الفرصة هاي بما أنه يعني منتخبنا بقمة القوة الآن. بدي أذكر أيضا بكأس آسيا الأردن المجموعة السادسة الأردن قرغستان سريلانكا وفلسطين. هاي تصفيات كأس آسيا كازاخستان القادمة ل 2021. طيب في مقابلة لاعبي كرة السلة خلينا نشوف الموضوع. أول إشي الحمد لله أنه وصلنا لكأس العالم، وزي ما أنت عارف وأنا دائما بحكيها خلص إحنا وصلنا كأس العالم وفرحنا والماضي راح، هلا بدنا نفكر في المستقبل، بدنا نفكر كيف نحضر حالنا كيف نطلع بنتائج كويسة بكأس العالم اللي هي توصلنا للأولمبيات إن شاء الله. التحضيرات راح تكون شديدة جدا بلشنا فيها، وإن شاء الله يوم السبت راح نطلع أول معسكر، وإن شاء الله إنه نرفع اسم الأردن زي كل مرة. نحكي على التكريم الحلو هاد، نشكر الاتحاد واللجنة الأولمبية على الخطوة الرائعة على الشباب، بعد تعب كبير الحمد لله بيستاهلوها، اللاعبين أدوا الأداء يعني أكثر من اللي عندهم. الخطوة الجاية بالنسبة لكأس العالم في خوف أكيد، إحنا راح نقابل منتخبات عالمية بمستوى لاعبين يعني معظم الشباب ما لعبوا بالمستوى هذا، في حماس إيش الأول مرة يعني لمعظم الشباب، في ثقة إن شاء الله يكون موجودة، وإن شاء الله نقدم أداء يبيض اسم الأردن نرفعه عالميا ونكون بأحسن صورة إن شاء الله. حلم كل لاعب أردني يشارك كأس العالم، هذا إشي أكيد حلم. كان أول شيء شوي يعني صعب، المنتخبات كثير قوية، التحضيرات كانت، تغيير اتحادات كثير علينا،
بس حكيناها قبل المرة أكثر من تلفزيون لما تكاتفنا مع بعض كانت أمورنا كثير تمام والحمد لله رب العالمين. والاتحاد الموجود طرى أول شيء بشكر كل الاتحادات اللي عملت عشان كل اتحاد كان له دور، بالأخص هذا الاتحاد اللي اشتغل شغل كثير حلو صراحة، كل التحضيرات كل الويندوز اللي كانوا بالحفلة الحلوة هاي كثير صراحة، كل هذا بتشجعك انك تروح تعطي احسن اداء، تشرف فيه بلدك، تشرف جمهورك، تشرف عيلتك واهلك، وهذا هدفنا. احنا هدفنا نروح هناك نلعب وننافس ونتاهل على الاولمبياد ان شاء الله. مهندس نبيل، رسالتكم الاخيره كلجنه مؤقته ومشرفه على نشاط كره السله، كان لاسن، كان لكره السله العالم، كان للدوري المحلي. سيدي، رياضة كرة السلة بدها نفضة قبل ما تصير لها نهضة كمان. يعني في اليوم التأهل لكأس العالم مش هو نهاية المطاف، بالعكس هو أول الطريق، وهاي نقطة لازم كمان نثبت عليها أكثر. كنا إحنا كلجنة مؤقتة عم نستمر في عملنا، أو كان في اتحاد رح يحمل هاي الرسالة ويكمل. الهدف مش فقط إنه نطلع على الصين ونلعب مبارتين ثلاثة أو خمس مباريات في كأس عالم، الهدف إنه الناس تنظر إلى القدوة، القدوة في هدول الصقور اللي سمعتهم اليوم عم بيحكوا، الثقة اللي فيهم إنه نحن أردنيون قادرون على الفوز، على تحقيق الإنجاز. والإنجاز الأكبر والأسمى هو إنه يكبر عدد القاعدة، تصير البنت الصغيرة في الغور والشاب الصغير في البادية يفكر يلعب كرة سلة، ولأنه كرة السلة نقدر نحقق ومواهبنا قادرين فيها. إنه يكون في عنا ملاعب، إحنا اليوم منتخبنا الوطني نفسه اللي راح يروح على كأس العالم ما عنده ساعة على أرض ملعبه في حمزة يلعب فيها، عم نحاول نسفره في الموقات المحجوزة فيها الصالة حتى نقدر نستمر في عملية تحضيرنا. يكون في دعم، الدعم هذا الأساسي للرياضة الأكبر إنجازا، ولو تنعطى دور أكبر في إعلام ممكن تكون الرياضة الأكثر شعبية في عيون الناس. صحيح. لذلك هدفنا مش فقط أنه نلعب كأس عالم وصراح معنا، هدفنا تكبر القاعدة ويكون كأس العالم هو خطوة واحدة، والشباب يكونوا هدول النجوم، الصقور المنتخب يكونوا قدوة للشباب الصغار ليشوفوا كيف الأردني إنه قادر. صحيح. وكمان تكون رسالة للمؤسسة الحكومية إنها تدعم هذه الرياضة الأكثر إنجازاً وتحط نفس الثقة، ما عم نقول أكثر من الرياضة الأخرى التي تحظى على الاهتمام الأكبر إعلامياً ومادياً، إنها تحظى أيضاً ب القيمة الكافية اللي تقدر المرة الجاية لما نطلع كأس العالم 2023 نكون عم نقول والله بدنا نفوز. صحيح صحيح. شكرا لك مهندس نبيل أبو عطاء، الأمين العام في اللجنة المؤقتة لكرة السلة الأردنية، شكرا على هذا الحضور. شكراً. وشكرا لصقور نشامة كرة السلة الأردنية، بالفعل هم الذين يحققون الإنجاز دائما، وطموحنا دائما معهم كبير وكبير وكبير. شكرا لوجودك معنا. شكرا لاستضافتكم ودعمكم. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نذهب الى هذه البطوله، تقرير عن البطوله الرمضانيه، بطوله الاستقلال للشطرنج واللي اختتمت في مادبا. خلينا نشوف التقرير. تحت رعاية عطوفة متصرف لواء ذيبان السيد فهد الحسبان، اختتمت بطولة الاستقلال الرمضانية الأولى للشطرنج، والتي أقيمت بتنظيم من نادي العالية الرياضي. أشكر نادي العالية وأسرة نادي العالية على هذا اللقاء الطيب، وكذلك الفعاليات التي أقيمت في هذا الشهر الفضيل، وهي تنمي الروح والإبداع لدى شبابنا في هذا اللواء الطيب المبارك والأصيل بأهله. وإن هذه الدورة فيما يتعلق بالشطرنج تحديدا هي لعبة فكر وتنمي روح الإبداع لدى شبابنا وشيوخنا، وانبسطت جدا لأني وجدت في من ضمن المباريات لأهلنا ومن الشيوخ. فعالية من ضمن فعاليات شهر رمضان، واحتفال بالمناسبات الوطنية، منها تولي السلطات الدستورية لجلالة القائد 20 عام، وهاي البطولة تعتبر من الأنشطة الشبابية من ضمن أنشطة كرة القدم. وشهدت البطولة مشاركة 32 لاعبا مثلوا مختلف مناطق اللواء ومن كافة الأعمار وبأجواء تنافسية مثيرة. اشتركت مع حضور الشباب أساس نشط كمان المجتمع المحلي بالدرجة الأولى. صراحة إنها لعبة ممتازة، والشباب متدربين مضبوط، ولأن لعبت مع واحد منهم وغلبني. لا مش من هذول، لا واحد طلع، واحد ثاني طلع،
وأتمنى لهم التوفيق والتقدم إن شاء الله باللعبة هذه. تأتي هذه البطولة بطولة الشطرنج التي سميت ببطولة الاستقلال الأولى لنادي العالية ضمن مجموعة أنشطة رياضية واجتماعية وثقافية يؤديها نادي العالية الرياضي. البارحة أكملنا نهائي كرة القدم لسن 18، وقبل شهرين تأهل نادي العالية مصاف أندية الدرجة الثانية على مستوى محافظات الوسط والجنوب، وإن شاء الله الموسم القادم سنلعب في الدرجة الثانية. وفي المشهد الختامي تمكن اللاعب محمد بن طريف من إحراز لقب النسخة الأولى بعد تفوقه على منافسه هاشم الإقطامي في المواجهة النهائية. كانت بطولة رائعة جدا وأضافت نوعا من الممارسة لبعض الشبان والشباب، خلينا نقول مثل أبو عادل وأبو يوسف الله يطول بعمارهم، والحمد لله البطولة نجحت. وأحب أشكر التلفزيون الأردني على مجيئه برغم هذه المسافة البعيدة، وأحب أشكر كمان نادي العالية على استضافة هذه البطولة. وجاءت هذه البطولة بتنظيم من نادي العالية الذي شكل نواة حقيقية للرياضة في لواء ذيبان بعد أن نظم العديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية. نذهب الآن بكم مشاهدينا الكرام للحديث عن منتخب كرة القدم، منتخبنا الوطني دائما العيون على منتخب كرة القدم ودائما الطموحات مع منتخب كرة القدم. المنتخب الوطني أنهى المعسكر الودي في مبارتين أمام سلوفاكيا أمام أندونيسيا بخسارة قاسية وفوز غير مقنع بالنسبة للكثير من المحللين. نروح لمباراة الأردن طب قبل هيك بدي أرحب بضيف. ضيفي أكيد مدربنا الوطني المعروف النجم دائما جمال محمود، مساء الخير. سعد مساك، أهلا وسهلا أخليك، الله يبارك فيك. نتحدث عن المنتخب الوطني وبدنا نشوف الآراء وماذا كان حول يعني الآراء حول المباراتين أو المعسكر بشكل عام. يعني ما فيش رياضة نحكي فيه إلا المنتخب، كل رياضة واقفة. طيب خلينا نروح لمباراة الأردن وسلوفاكيا. إنه هل استفدنا من هذه التجربة فنيا؟ خلينا نحكي كان في استفادة بالنتيجة أمام أندونيسيا. جمال، لكن المستوى الفني بكل صدق يعني لم يرتقي إلى خلينا نحكي مستوى الطموح لا الشارع الرياضي ولا حتى يعني الفنيين. السبب أنا بعتقد بأنه يمكن في كان ضغط نفسي نتيجة المباراة اللي سبقت مباراة اندونيسيا، هذا أولا. ثانيا عدم إعطاء فرصة لكثير من اللاعبين لإظهار موهبتهم بشكل كبير. يعني اليوم احنا بنشوف بأنه في الدوري الأردني على سبيل المثال للحصر، يعني أبو زريق بيقدم مستويات عالية، شرارة عفوا بيقدم مستوى عالي جدا، ما أخذ فرصة إلا بضع دقائق. حمزة الدردور لاعب على مستوى عالي لم يأخذ فرصة إلا على دقائق معينة. يمكن هاي ما أعطتنا انطباع بأداء المنتخب إنه هل هو مبشر بالخير أو لا، لكن كنتيجة كانت إيجابية جيدة. الحلول الفردية مهمة في كرة القدم لكنها ليست كل الحلول. منتخبنا بده شغل كثير يا جمال. لا شك يعني بده شغل، وسوف نواجه مشكلة كبيرة خلال الفترة القادمة بفترة الموت السريري لكرة القدم، وبالتالي يعني العمل يجب أن يكون فقط من داخل النظام أو منظومة كرة القدم في الاتحاد الأردني، من منظومة يعني بس الجهاز الفني فقط، لأنه اليوم ما في أندية عليه شغل، لأنه الأندية ما راح تشتغل معه، وبالتالي العمل صعب جدا. يعني اليوم من وين راح يجيب ظهير شمال جديد؟ ما في أندية، ما راح تختار لاعب ظهير شمال لأنه أصلا ما في مباريات اللي تختار منها، وبالتالي راح تكون المهمة صعبة في يعني هاي بتضر أيضا في الجهاز الفني توقيف الدوري غير الأندية. لا شك بحاجة لعمل كبير، ولكن يعني فيتال عودنا على نقطة مهمة حتى يعني ما ننقص قيمة عمل الآخرين. فيتال في المباريات الودية التي سبقت نهائيات كأس آسيا لم يقدم شيء، في النهائيات كان علامة فارقة. نأمل يعني أنه يكون في المباريات الرسمية على قدر المسؤولية. خلينا نروح لفيتال. فيتال وتجربته مع المنتخب الوطني أكيد كاتيا حتر أوجزت هذه المسيرة، خلينا نشوف. أهلا بكم.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول قدرة البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني للمنتخب الوطني على قيادة المنتخب نحو التأهل في تصفيات كأس العالم 2020 المقبلة، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر أيلول المقبل، وخصوصا بعد عدم الرضا الجماهيري عن الأداء والنتائج التي حققتها في المباريات الودية الأخيرة. وإن استعرضنا مشوار بوركلمانز مع المنتخب الأردني نجد أنه لعب 16 مباراة سجل خلالها 4 انتصارات، كانت بالفوز على الهند ودياً 2-1، وفي نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في الإمارات حيث الفوز على أستراليا 1-0، ثم سوريا 2-0، ثم أندونيسيا 4-1. وتعادل فيتال في 6 مواجهات أمام المنتخب العماني ومنتخب ألبانيا بنتيجة 0-0، وأمام السعودية والصين بذات النتيجة 1-1. وفي نهائيات آسيا تعادل مع فلسطين 0-0، وأمام فيتنام كان التعادل 1-1 قبل أن يخسر بركلات الترجيح 4-2. وخسر منتخب الأردن في 6 مواجهات كانت أمام كرواتيا 1-2، وكرغستان 0-1، وقطر 0-2. وخسر في البطولة الصداقة الدولية أمام سوريا بنتيجة 0-1، والعراق 2-3، وأخيرا أمام سلوفاكيا 1-5. جمال، تحدثت انه هاي يجب ان تكون الخساره او المعسكر الودي هذا انه يكون علامه فارقه او يدق ناقوس الخطر. لا شك. طب الم يدق ناقوس الخطر من بطوله الصداقه الدوليه من خسارتنا امام فيتنام؟ اولا يدق هذا الناقوس، اولا لغه الارقام تدل على ان النتائج متواضعه، هذا بكل امانه التي ذكرت خسارتنا من بعد اخر فوز على سوريا يمكن، وبعدها كان أندونيسيا. لا شك، لكن هنالك مشكلة في الإعلام الرياضي مع الاحترام والأسف، بأنه يجب أن يكون هنالك هدف معلن قبل بداية الموسم من قبل اللجان المختصة والمهتمة في الاتحاد الأردني، بمعنى يجب أن يظهر الإعلام هدفنا من المشاركة في بطولة نهائيات آسيا. لم يعلم أحد ما هو الهدف الموضوع حتى نقيم تجربة فيتال، هل هو ناجح أم لا؟ يجب أن نعلم هل حقق الهدف أم لا؟ وصلنا إلى الدور الثاني، ولكن هل هذا كان طموحنا كأردنيين؟ إذا كان هذا فإذا هو كان نجح. لا، الطموح كان معلن أنه الوصول إلى الأدوار المتقدمة. للأسف ليس إحنا ما حدا كان واضح أنه شو الهدف تبعنا، ومع ذلك تم استمرارية فيتال على رأس عمله، وبالعكس كرم أيضا بارتفاع تمديد. كل التمديد وأيضا تكلفته ارتفعت، لكن بكل أمانة النتائج متواضعة وبحاجة إلى إعادة تقييم إذا كان هنالك متسع من الوقت، لأنه زي ما حكيت لك في فترة الموت السريري للكرة الأردنية أي مدرب جديد سوف يعاني الأمرين في اختيار التشكيل، لأنه ما في مباريات يختار من ضمنها تشكيل، مع أنه أبرز اللاعبين أنا بعتقد بأنه نسبة كبيرة من اللاعبين البارزين موجودين ضمن تشكيلة المنتخب الوطني، لكن هي بحاجة لإعادة نظر. ولكن هل من يقيم هذا العمل بحاجة إلى وقفة جادة بكل أمانة. طب فيتال، خلينا نحكي كفيتال كمدير فني، برأيك في قراءته للمباريات وأنت مدرب؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقيم زميل إلي، ولكن واضح بأنه النتائج والأرقام هي من تحكم على عمل المدير الفني. النتائج والأداء متواضعة. والأداء يعني عمق الدفاع اللي مع سلوفاكيا يعني واضح يعني. واضح بأنه لم نعالج الأخطاء في العديد من المباريات، واضح بأنه الشوط الثاني عادة ما يكون لدينا مشكلة، لكن بكل أمانة هو في المباريات الرسمية أدى ما هو مطلوب منه، فوز على أستراليا، فوز على سوريا، تعادل مع المنتخب الفلسطيني والتأهل للدور الثاني، خسارة من فيتنام، بمعنى انه نتائجه مقبولة على المستوى الرسمي، لكن على المستوى الودي اعتقد بانه يعني في مشكلة كبيرة. طيب على كل حال يمكن سيطول الحديث اكثر واكثر عن المنتخب الوطني، وهنالك دائما حديث عن المنتخب، هم الشارع الاردني المنتخب الوطني، والكل يتحدث عن المنتخب الوطني، والطموح والعين دائما عن المنتخب الوطني، فيجب ان يظهر المنتخب الوطني، يجب انه الجهاز الفني يعرف المسؤوليه الكبيره. ونحن نعلم انه مع توقيف الدوري لشهر 2 وتاجيله راح يكون الحمل عليه اكبر، واحنا داخلين التصفيات، لكن
منتخب بده ينافس على تصفيات كأس العالم لا يمكن أن يكون بهذا الشكل. هاي الرسالة اللي الشارع والإعلام والمحللين بدهم يوصلوها، لا يمكن يا لاعبين ويا مدرب أنه المنتخب بده ينافس يصل كأس العالم، لا يمكن أن يكون هذا شكله. صحيح، وخاصة أنه زي ما ذكرت في فترة التوقف، وبالتالي من أحد أهداف فترة التوقف الاهتمام بالمنتخبات الوطنية وبالذات منتخب الفريق الأول للوصول لنهائيات كأس العالم، وبالتالي المسؤولية كبيرة جدا خلال الفترة القادمة. أكيد. طيب بدنا أشكرك جمال محمود، شكرا لوجودك معنا اليوم وتحدثت عن المنتخب الوطني. أشكرك، تسلم. تسلم حبيبي. إذن مشاهدي الكرام نذهب إلى الحديث أيضا عن جاليات الأردنية في الإمارات وتجمعات جماهير الفيصلي، تجمعات جماهير الوحدات. عبد الله الجهران موجود دائما معهم بعد هذا التقرير. انضمت رابطة جماهير الوحدات في دبي وللعام الخامس على التوالي بطولة الوحدات يجمعنا لكرة القدم في خيمة نادي شباب الأهلي بمشاركة 8 فرق رياضية تمثل الجالية الأردنية في الإمارات. وقد سميت هذه الفرق بأسماء الإمارات السبعة، وهي فريق أبو ظبي رأس الخيمة، دبي الشارقة، وفريق عجمان، وفريق العين، وفريق أم القوين، وفريق التسامح. وفي ختام البطولة استطاع فريق الشارقة من الفوز باللقب بعد تغلبه على دبي 1-0 عن طريق اللاعب محمد الشملتي. وتنتظر رابطة جماهير الوحدات في دبي في الأيام القليلة القادمة استضافة رئيس نادي الوحدات السيد بشار الحوامدة للالتقاء بأعضاء الرابطة وعدد من مدراء الشركات في دبي، وذلك من أجل دعم مسيرة النادي المستقبلية. كما شاركت رابطة جماهير النادي الفيصلي في الإمارات في بطولة التسامح الأولى التي نظمتها شركة تواصل للخدمات الرياضية على ملاعب أكاديمية الخليج في دبي بمشاركة 16 فريقا قسموا إلى 4 مجموعات متساوية. البطولة أقيمت بدعم من مجموعة كان كافيه في دبي. أجت البطولة هاي من منطلق عام التسامح تحت شعار الرياضة لغة التسامح، وبناء عليه اشترك 16 فريق من دوائر حكومية ومن جهات خاصة، وتقول الحمد لله كانت البطولة يعني ناجحة وجيدة الحمد لله. رابطة جماهير النادي الفيصلي في الإمارات شاركت في هذه البطولة الرائعة، وما شاء الله عليهم تأهلوا للدور النهائي، ومثل ما احنا شايفين هاي المباراة الختامية، ونتمنى الفوز لهم، وهي إن شاء الله بتكون مشاركة مستمرة كل عام وإن شاء الله. شاركت رابطة جماهير الفيصلي بدولة الإمارات ببطولة التسامح التي نظمتها شركة تواصل لهذا العام، والحمد لله ظفرت باللقب، لقب البطولة والكأس، وألف مبروك لجميع أبناء الرابطة. واستطاع فريق جماهير الفيصلي من خوض جميع مبارياته دون أي خسارة. وفي مباراة تحديد المركز الأول والثاني تغلبت رابطة جماهير النادي الفيصلي على فريق دجلة والفوز عليه بصعوبة 1-0 وإحراز المركز الأول عن جدارة واستحقاق والظفر بكأس البطولة والميداليات الذهبية. المركز الثاني جاء من نصيب فريق دجلة، والمركز الثالث فريق الجزائر. شاركنا بالبطولة كفريق رابطة الفيصلي وتوجنا بالبطولة، فريق توجنا بالمركز الأول، خدنا البطولة الحمد لله. يعني اللاعبين أدوا مباراة في المستوى من أول مباراة لآخر مباراة، وتوفقنا في البطولة، والحمد لله نشكر يعني الطاقم الفني، اللاعبين، وكل يعني الناس اللي كانوا ورانا والجمهور اللي ساندنا في طوال البطولة، يعني يعطيهم العافية، مشكورين. الحمد لله من أول بطولة كنا حاطين في راسنا المركز الأول، الشباب ما قصروا، دور المجموعات ولا خسارة، وصلنا للنهائي الحمد لله فايزين. كان معكم عبد الله الجهران، التلفزيون الأردني، دبي. نبقى مع ملف كرة القدم والحديث عن استعدادات ممثلي كرة القدم الأردنية الجزيرة والوحدات لكأس الاتحاد الآسيوي، وقد وصل إلى النصف النهائي، والطموح إلى عودة كأس الاتحاد الآسيوي إلى الخزان الأردني بوابة الوحدات أو بوابة الجزيرة. نتحدث عن الاستعدادات ومعي
في الاستوديو اكيد رئيس نادي الوحدات الاستاذ بشار الحوامدي. الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالخير. يعطيك العافيه دكتور. الله يخليك. تسلم ليث بك دكتور. اليوم الوحدات والجزيره خلينا نحكي في مهمه وطنيه هي استعاده كاس الاتحاد الاسيوي، مسؤوليه كبيره، والوحدات يطمح لهذا الامر، وخصوصا بانه كوحدات يريد إرضاء جماهيره الكبيرة بأنه الموسم خلى من أي بطولات، يريد كأس الاتحاد الأسيوي. الجزيرة أيضا يبحث عن هذا الكأس، يعني طموح، ويمكن أكثر الفرق الأربعة اللي بدها الكأس الفرق الأردنية. يعني بدي أحكي لك شغلة مهمة أخي ليث. أول شيء بشكرك على هاي المقابلة. طول عمرك. وفي البداية قبل ما نحكي بموضوع الرياضي، باسمي واسم مجلس إدارة نادي الوحدات، جماهير الوحدات في الأردن وخارج الأردن، مبارك لجلالة الملك مرور 20 عام على تولي سلطاته الدستورية، وهو الداعم، جلالة الملك الداعم الأول للرياضة، وإحنا بنفسه إن شاء الله شغالين. موضوع كأس آسيا والاتحاد الآسيوي هي طموح كل أندية اللي بتشارك فيه، لكن يمكن في خصوصية لنادي الوحدات، عدم حصوله على هاي البطولة وتعطش جماهير نادي الوحدات لبطولة آسيوية مهمة تضاف إلى خزائن. إحنا بصراحة كدوري وكأس بتعرف الأندية، يعني في أندية صارت يعني عاشقه لهي البطولات، وممكن نوع من يعني صار في نوع من التخمه في نادي الوحدات للدوري وكاس والاخره، لكن احنا نظرنا باتجاه الكاس الاتحاد يعني الاسيوي. الان انتم بدكم بطوله خارجيه. والله متمنى، يعني احنا اليوم كمجلس اداره جديد، عشان احكي معك بكل امانه وبكل صراحه، اليوم احنا بنكمل على مسيره مجالس اداره سابقه، سواء كان في اختيار اللاعبين وحتى الجهاز التدريبي. احنا الشيء الوحيد اللي بنقدر نعمله اليوم هو دعم الفريق بجهاز تدريبي على مستوى عالي، والحمد لله توفقنا مع الكابتن عبد الله ابو زمع مديرا فنيا، وامجد الطاهر، فيصل ابراهيم، علي محمود، جهاز فني. وهي كمان نشاهد لقطات من الامس من الحصه التدريبيه. صحيح. عندما استلم الكابتن عبد الله ابو زمع الاخوان يعني اليوم صراحه مش مقصرين، عم بيحاولوا يعني بقدر المستطاع اذا في اخطاء فنيه ممكن تعالج بشكل سريع. احنا اليوم احنا وياهم نتحمل مسؤوليه المباريات القادمه، عندنا من الشجاعه نتحمل هاي المسؤوليه، وجماهيرنا بتعرف واعيه انه هذا الفريق فريق ان شاء الله فريق بطولات راح يقدروا يتحمل المسؤوليه. دكتور انت يعني استلمت الرئاسه قبل فتره قصيره، وعبد الله ابو زمع قبل المباراه بايام، وهي مباراة كبيرة ومسؤولية كبيرة أمام العهد اللبناني، البطل اللبناني. صحيح صحيح. هاي مسؤولية أمام الجماهير. العهد اللبناني فريق متكامل، فريق قوي، ما خسر يمكن إلا مرة واحدة. صحيح. لكن إن شاء الله خسر أمام عبد الله بزمع. الخسارة القادمة أمام عبد الله بزمع. أي مدرب محترف وأي إدارة محترفة دائما إذا اليوم إحنا كانتخابات فزنا في الانتخابات نقبل مسؤولية نتائج الفريق، حتى لو كان هذا الفريق مش مختيارنا، مع إني أنا متفائل بالفريق ومتأكد وبعطيه كل الدعم المعنوي والمادي. وعبد الله أبو زمع كمدير فني من أول لحظة بوقع على التعاقد مع نادي الوحدات تحمل مسؤولية. ما بصير إحنا اليوم نحكي إنه هاي إدارات سابقة واختيار، بالعكس هذا اختيارات الإدارات السابقة إحنا ملتزم فيها، لأنه حسب القانون وعدم فتح قيد اللاعبين، وهذا الموضوع يمكن لازم أخي ليث تحكي فيه بشكل مهم، لأنه بصراحة بيأثر على إذا اليوم إحنا في عنا عطش في الوحدات لبطولة آسيوية، برضو على الجانب الآخر في حالة يعني اقتصادية سيئة عم بتمر فيها الأندية الأردنية، وإغلاق باب التعاقدات وتأجيل الدوري راح يزيد المصائب والعبء كبير بصراحة. اليوم تخيل اليوم أندية مثل الوحدات والفيصلي وجزيرة والأندية الجماهيرية، هل احنا بنقدر نتخلى على لاعبينا 8 شهور عشان يبلش الدوري ونجمعهم بعد قبل شهرين من الدوري، ولا بنتحمل ندفع رواتب 8 شهور 9 شهور للاعبين ممكن يكونوا موجودين فقط في حصص تدريبيه زي اللي بتشوفها اليوم على التلفزيون وتدفع لك 500 الف دينار فقط؟ شو الحل برايك؟ الحل يرجع الدوري زي ما كان اول. اليوم هاي العناديه بالاتحاد وامين السر ضل عنيد فقط لانه اخذ قرار متسرع، حتى لو برضى الانديه، حتى لو كانت الخلوه الموجوده. كيف يعني اخذ قرار متسرع؟ مش في خلوه للأندية في البحر الميت وانتم قررتم انه يتأجل وافقتم؟ صحيح. كيف هذا هي انا بتوقع القرار صار برمضان الماضي في اجتماع الهيئة العامة. طيب. يا سيدي كان في نفس الفترة كان في بطولة كبرى زي الدوري راح تدر على الأندية دخل كبير وتعوض غياب اللاعبين على الدوري، لكن اليوم الاتحاد تنصل عن هاي المسؤولية. يعني الاتحاد اوضح لك اخي ليث، اليوم الاتحاد لغى هاي البطولة، فبالتالي صار عندك فراغ مش اقل من 6 اشهر، والامين العام بيقول لك اذا بتقدروا الانديه تعملوا بطوله فيما بينكم وكأن احنا بنلعب بدوري حارات. يعني الاتحاد شو دخله؟ يعني الاتحاد شو دوره اذا الانديه؟ ما له دور يا سيدي. معلش بس دكتور تفضل. هسه كان الاتفاق انه يتاجل الدوري بس انه يكون في بطوله.
موجودة. الاتحاد أجل الدوري وما عمل البطولة. صحيح. وبيجي بيحكي للأندية أنتوا عملوا بطولة. طب شو دور الاتحاد؟ وين دور الاتحاد العاد؟ الاتحاد إذا الأندية بدها تعمل. طب نعطيك دعم لوجستي من الحكام والآخره. لكن هل بتعتقد إنه الأندية بتتفق إنها تعمل بطولة بهذا المستوى؟ أكيد ما رح تقدر. طبعاً ما بتقدر. الفراغ اللي رح يصير 6 أشهر 7 أشهر. تذكر كلامي ليث وأنا كتبته على السوشيال ميديا وبعتناه لأكثر من جهة. اليوم احنا مستائين هذا الموضوع. 6 شهور 7 شهور تفرغ الأندية من البطولات. انا متأكد اول شيء الأندية عندها خيارين. الخيار الاول انه تترك لاعبينها وتتعاقد معهم بعد قبل الموسم بـ2 شهر. الأندية الجماهيرية زي الوحدات وفيصل وجزيرة ورمثا راح تضلها متمسكة بلاعبينها طول هاي الفترة عشان ما تخسرهم. فبالتالي بدها تتوقع مع لاعب فترة اطول بمبلغ اكبر وتلتزم برواتب. يعني احنا اليوم جهاز فني راح ندفع رواتبه من هون لشهر 1 السنه الجايه وشهر 2 بدون ما يكون عندنا استحقاق الا اسيا. طيب دكتور لماذا لم ينظر الى الوحدات والجزيره نظره استثنائيه لانهم امام مهمه وطنيه مثلا؟ ليش ما المشكله انه الموضوع قيد اللاعبين بصير مرتين خلال الموسم. فبالتالي احنا دعينا الاتحاد. انا تكلمت مع الامين السر في الاتحاد وقلت له هاي مشكله كبيره لانه احنا اليوم سواء كان وحدات او جزيره انديه عندها استحقاق اسيوي واليوم للاردن ولاسم الاردن ولا شو عم نشوف اليوم بالرياضه الاردنيه شو عم بصير. هذا راح يكون فيه تراجع كبير اذا ما قدرناش نجيب لاعبين كمان يساعدونا لانه اليوم في هذا الاستحقاق. يعني اليوم مهاجم ممكن يطلع على انه عقده بنص انه بيقدر يطلع باي وقت مقابل يدفع للنادي 40% من عقده. طب ما بقدرش ما بتقدر تجيب محله. ما عنديش مهاجم الا ما بتقدر تجيب محله. صحيح. يعني صعب. يعني هذا الموضوع المفروض الاتحاد الاردني يوقف مع الانديه الاردنيه ويقدر يدعمها في هاي البطولات. اليوم شفنا مشكله صارت في الاتحاد مش عارف المغربي ولا التونسي. راحوا الاتحاد ضل مجتمع حتى حلوا مشكله نادي المحلي وتنعادت المباراه. احنا اليوم بنشارك في بطوله اسيويه ممكن تحل لنا مشاكلنا الماليه. اليوم الجزيره في مشكله ماليه، الوحدات مشكله ماليه. اليوم احكي لك اياها بكل امانه، اذا بتطلب كشف حساب للانديه المجتمعه المحترفين اذا بيطلعوا اكثر كلهم مجمعين اكثر من 50,000 ليره خذ اللي بدك اياه. ما في. طب كيف انا اليوم انا الوحدات بدي ادفع 60,000 دينار بالشهر لشهر 2 على حساب مين؟ السبونسر تبعت امنيه ما راح تدفع عندك مصاري الا بدايه الموسم. طبعا. التلفزيون الاردني وانت عم تعمل سبونسرشيب لكم فتره طويله. انا بسالك سؤال للتلفزيون الاردني وعشان نحل مشاكلنا في الاتحاد وفي الانديه. انا اليوم بطلع انا بدي اتحاد قوي عشان كل انديه قويه. طيب. بدي اتحاد بيقدر يجيب سبونسرشيب عشان يدعم الانديه او يتخلى عن موضوع السبونسرشيب خلي الانديه تشتغل بمعزل ويكون في شغل يعني تسويقي مختلف الانديه على الاتحاد. اليوم التلفزيون الاردني لكم 10 سنين بتعمل سبونسرشيب للاتحاد. طيب. شو استفدتوا من هذا الموضوع اذا ما كانت العلاقه ناجحه من الطرفين وفي وين زي ما كان في فائده مشتركه. ما فائده مشتركه ما فيها. اما اليوم احنا بتصير عباره عن انه باي ديفولت يعني خلص حسب المنطق والافتراض انه التلفزيون راح يدفع لنا 1.5 مليون بالسنه والمناصير بتدفع مبلغ معين. طيب هل انا اتحاد دائره تسويق كامله بعتمد بس على راعي اثنين بس بكل هالموضوع؟ هذا الحكي ما بصير بصراحه ومصيبه. بس اكمل لك على الاتحاد. انا حكيت مع امين السر وقال لي بالحرف الواحد اذا الانديه المحترفين تقدر تجيبوا غالبيه تصويت وتغيروا في الاجتماع الاخير. في الاجتماع الاخير. طيب وبتغيروا قانون القرار احنا مستعدين نتراجع. هيك ردوا لك؟ هذا كان رده. قلنا ما في مشكله. انا الامانه والله ما حكيت مع حدا وهي يمكن الانديه موجوده. يمكن حكيت مع العقبة أو يعني مش بتذكر هذا نادي أو ناديين بس ما عملت كولسات زي اللي شفتها بالاجتماع. رحنا على الاجتماع وصوتنا على مجموعة متى بيبدأ الموسم متى بنتي. للأمانة لليوم والله ما بعرف أنا وأنا رئيس أكبر نادي بالأردن متى بنتي الموسم 31/5 ولا 31/10. بطلنا فاهمين. إذا بدي أسأل الاتحاد ما بتعرف لأنه حتى في الجلسة تخربطوا في الجلسة نفسها ما عرفوا جاوبوا. رحنا على الموضوع البعدي على موضوع الدعم. يدعموا الأندية بـ20,000 دينار شهريا حتى ننهي موضوع نوع من المساعدة مع أنه 20,000 دينار مقابل أنا عم بصرف 70 ولا إشي. أنا عندي إشي ومنه هي يعني دعمة بسيطة. ممكن نحكي مع الراعي نقول لك يعني حاول تساعد الوحدات بمبلغ معين. لكن هذا مش موضوعنا. بعدين جينا على موضوع قيد اللاعبين والتأجيل الدوري وصوتنا وإحنا جبنا 6 أصوات مقابل 5 أصوات. صوتوا الأندية انه تفتح تفتح قيد اللاعبين. حلو. طيب صوتنا والأندية اللي صوتت مع الوحدات حسب ما اذكر الوحدات والعقبة وصوت معان والسلط والرمثة والأهلي والجزيرة. الجزيرة ما صوت مع انه انا بعرف انه الجزيرة كان عنده نية ومهتم وهو كان عنده تخوف. رئيس نادي الجزيرة وهو صديق عزيز تخوف انه الوحدات ياخذ لاعبين خلال هاي المرحلة. وانا اكدت له في الاجتماع انه اداره نادي الوحدات اداره محترفه بتشتغل باحترافيه ما راح نتعاقد ولا مع لاعب محلي ابدا وحتى الجزيره. ومع ذلك ما صوت ما صوت. طيب طبعا شأنه الخاص. طبعا هو حر وهذا يعني مع انه انا اللي بعرفه انه هو كان مع موضوع تدعيم الانديه لازم يعني يستفيد من هذا الموضوع. طيب
للأسف الشديد بعد ما انهينا من التصويت أمين السر حتى بتذكر بلحظتها قال لي لا الحسين إربد مش معكم احنا مخربطين بصوت. قلت الحسين إربد أصلا صوت مع انه ابقاء قيد اللاعبين مغلق يعني فهو اصلا ما نعد سته مع هو احنا سته بدون حسين إربد. وباي ذا انا بحترم كل انديه سواء كانت صوتت مع الوحدات او مع فتح باب الاغلاق لانه هذا وحدات جزيره صحيح. هذا شيء ديمقراطي احنا بنعتز فيه طيب. للاسف بعديها صار يقول لي بالاجتماع احنا لازم نشوف الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه على اساس انه الدرجه الثانيه والثالثه بيجيبوا محترفين يعني تخيل يا دوب الدرجة المحترفين بيجيبوا محترفين طب مش هو حكى لك قبل انه اذا الانديه بنفس الجلسه 12 كان في نفس الجلسه نفس الجلسه لا في راجعته بالموضوع قلت له انت قلت لي انه فقط المحترفين طيب. وجبنا 6 مقابل 5 تحجج وقال لا لازم نعمل اجتماع اخر وهذا القرار يمكن اخذناه قبل. طب ليش هو ليش برايك ليش برايي حسب الكولسات انا شفتها لانه انا بعيد عن كولسات الاتحاد حسب انا شفته في الجلسة انه مثلا يطلع رئيس نادي مع الامين السر او المسؤول عن الاعلام يسحب شخص على الغرفه الثانيه ويحاول يقنعه بعدم التصويت الاخريه هو بيصير انا توقعت طبعا ما بصير انا توقعت انه هو توقع ان الوحدات ما راح ياخذ القرار فمثلا نادي زي السلط وقف مع الوحدات وانا بحيي نادي السلط وانا بحترم السلطيه وهي جماهيرنا لازم المباراه الجايه باول هتاف يكون لهتاف لجماهير السلط اليوم احنا لازم نطلع كوحدات علاقتنا مع الانديه تكون متزنه واحنا علاقتنا مع كل الانديه حتى النادي الفيصلي انا معالي ابو سلطان ابو سلطان انا بحترمه بقدره وما في اي شيء له علاقه أكيد خارج الطاوله احنا طبعا. اليوم ممكن نتعارك على الطاوله مقابل قرار لكن خارج الطاوله احنا اصدقاء واحباب اللي لازم يحترم قراره هو الاتحاد الاردني لكره القدم وفي شغله كثير مهمه بصراحه انا بدي اوجهها من هون اليوم يا بنتعامل مع الاتحاد الاردني لكره القدم انه رئيسه امير او رئيس اتحاد احنا اليوم بدنا نتعامل مع سمو الامير كرئيس اتحاد ونحكي معه كرئيس اتحاد امير له كل الحب والاحترام وحتى كرئيس اتحاد لكن اليوم انه نحكي انه رغبات سمو الامير رغبات اللي فوق هاي انتهت في الاردن يعني انتهى هذا العصر هذا انتهى زمان بوجود السوشيال ميديا والطريقه اللي تعليمات وفي قوانين بس وفي نمشي على التعليمات والقوانين وعلى التصويت اللي صار في من لما امين عام اتحاد يحكي انه اذا في صار تصويت من الانديه راح نتخذ كذا طب وصار في تصويت لحد بنمشي احنا مدام انت ما عندك النيه كاتحاد لا ما عندنا النيه لانه هذا راح يسبب لنا 1 2 3 4 انا ليه اروح هون وليش اروح هون يعني وليش احكي وليش في شغله مهمه صارت واضحة الأمور. في احدى اللقاءات مع برضه صديقي امجد المجالي ومن الناس القلائل اللي اجوا باركوا للاداره الجديده في نادي الوحدات الاتحاد الاردني بسجلها من خلال هذا ما اجي هذا عتب لا عتب شديد لا لانه هذا العتب احنا من ضمن المنظومه لكن الاخ امجد كان عندكم موجود وحتى لامنا بطريقه غير مباشره لامني انا شخصيا انه الادارات السابقه المفروض تشتغل بمؤسسيه وانه الادارات السابقه اخذت قرار احنا يا اخي مشينا في القرار احنا حاولنا نغير القرار مع الانديه يعني احنا اليوم ما في شيء منزل مش قران كريم اذا فعلا تنضر كره القدم الاردنيه شفنا نتائج المنتخب انا بدي احكي فيها شوي انا طيب جيت انت تحكي انه لازم نستمر وهذا القرار اللي بسموها الجوفرنس ولا الحوكمه ولا اخره طب احنا الحوكمه انك تاخذ قرار على الطاوله وتمشي فيه مش في اخر الحلقه تقول لي انا ما كنت موجود طب انت وين تحكي عن المؤسسيه في العمل لا يجب ان يكون هذا الموضوع في حوكمه في مؤسسيه في العمل يجب ان يكون هنالك شوف بدنا نحكي بنقطتين رئيسيات يمكن من حديث الدكتور بشار انه مصلحه سمعه الاردن خارجيا هاي مهمه جدا ويجب انه انه انه, إنه, إنه نحط مش اتحاد وانديه وجماهير انه نحط ايدنا بايد بعض لحتى لهذا الموضوع مش انه مش على مستوى قيد لاعبين او قرار وما الى ذلك في مصلحه سمعه الوطن وفي ناديين بيلعبوا على نصف النهائي يعني وصولنا لأخذ الكأس قاب قوسين أو أدنى يعني إن اثنين فيجب إنه ندعم ونوقف وتكون حالة طوارئ أصلاً تكون عندنا لأنه إنجاز الوحدات هو إنجاز للاتحاد صحيح. الأردن لكرة القدم هو إنجاز للأردن واحد اثنين إنه يجب أن يكون في مؤسسية واضحة في التعامل هنالك كتب رسمية هنالك أمور موقعة مش إنه على التلفونات لا إذا بتجيبوا ممكن إذا ما مش شغل مؤسس مع احترامي للجميع أنا لا أتحدث عن الاتحاد الأردني بتحدث بشكل عام إنه يكون الأمور مؤسسية أكثر صحيح. على كل حال شو بتوعدونا في كأس الاتحاد الأسر والله يا سيدي هذا الموضوع ما في وعد هذا اللي بيقدم في الملعب هو اللي بيحقق الفوز إحنا اللي بنوعدكم فيه نعطي كل الدعم لشبابنا وأنا واثق في كل حدا من الشباب الموجودين بفريقنا وإن شاء الله بوجود عبد الله أبو زمع والشباب يطلعوا على قيمة نادي الوحدات وقديش إحنا فعليا أحيانا بيكون في التيار عكسي عم بصير ضد نادي الوحدات أنا بحكي اليوم خذوا هذا الموضوع حافز
انه تقدموا في ارض الملعب وتفوزوا وتجيبوا الكاس. انا متاكد وانا بتمنى لنادي الجزيره الشقيقنا انه يفوز في مباراته القادمه واحنا وياه نلتقي على النهائي. هذا فخر للكره القدم الاردنيه. اليوم زي ما شفنا مثلا مباريات المنتخب الوطني لكره القدم، مباراه للاسف تطلع بتحكي انه طب اذا هذا المنتخب اللي طالع من دوري قوي هيك عم بيلعب، كيف بدك تفرغ اليوم 6 اشهر 8 اشهر لاعبين ترجع تحكي عن بناء منتخب قوي؟ يجب كمان الحديث فيها اكثر واكثر. طيب بدنا نحكي بس بدنا نروح لمقابلات في الملعب لاعبين وزياد شلباي اكيد ان شاء الله. احنا عندنا يوم الاثنين القادم 17/6 مباراه الذهاب بينه وبين فريق العهد اللبناني. فريق الوحدات مستعد جيد لهذه المباراة لأنه راح تكون مباراة الرد إن شاء الله في 24 أيضا في 24/6 في لبنان. الفريق جاهز إن شاء الله، يعني نتمنى الفوز فريق الوحدات. فريق الوحدات زي ما بتعرف نادي كبير بطمح أنه يحصل على لقب على المستوى العربي أو على المستوى الآسيوي أو على المستوى الإقليمي. للأمان لغاية الآن لم يحالفنا الحظ. ان شاء الله احنا يعني زي ما انت شايف الفريق مستعد لهي المباراه، مباراه مهمه بالنسبه لنا، مباراه تاريخيه بالنسبه لنا، لانه احنا الموسم هذا يعني ما استطعنا احراز اي لقب. ان شاء الله احنا رايحين نعوض ان شاء الله في البطوله الاسيويه. يعني جمهور الوحدات بيستنى بانجاز لفريق الوحدات، جماهير الكره الاردنيه ايضا بتستنى بانجاز نادي الوحدات، لانه الواحد نادي الوحدات يستحق الكثير للامانه على المستوى المحلي. فريق يعني احرز جميع البطولات واحرز بطولات عديده خلال السنوات الماضيه. بنتمنى من الله عز وجل انه يكرمنا في البطوله. الحمد لله الفريق بيستعد بشكل جيد، قاعدين بنشتغل اسره واحده، روح الفريق جيد الحمد لله، الاستعدادات كثير كويسه، وراح نحترم الخصم اكيد لانه هذا هو اللي بسبب لنا ان شاء الله النتيجه الايجابيه ان شاء الله. اول شيء الغيابات طبعا يعني على الانديه الكبيره ما بتاثر لانه الموجودين بيسدوا زياده، واحنا ما بنطلع على الغيابات بالاول والاخير، ولازم ان شاء الله نتخطى مباراه العهد هون اول شيء بالنتيجه الايجابيه ونحققها غاد ان شاء الله. الوحدات هو متعود يكون دائما بطل، والمباراه هاي يعني اخر فرصه لنا يعني، وان شاء الله نكون يعني جاهزين لها ومستعدين لها بشكل تام وشكل يعني 100%. لا ان شاء الله جاهزين، وان شاء الله مع الكابتن علي محمود ان شاء الله نكون الامور 100%. وحراسه الوحدات يعني دائما هي الفارق مع الفريق، وان شاء الله ربنا بوفقنا. اول شيء مباراه العهد ان شاء الله معنا مستعدين لها كويس. اشتغلنا مليح في المده الاسبوعين اللي فاتوا وعملنا مباريات ايضا وديه. ان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور ونفرح الجمهور الغالي ان شاء الله. طبعا في نهايه الملف الحديث عن الوحدات والجزيره بدي اشكر الدكتور بشار حوامد رئيس نادي الوحدات، وبدنا كاس الاتحاد الاسيوي. يا الكويا الجزيره دبروا حالكم بيناتكم ان شاء الله للوحدات يا سيدي. المهم تجيبوا لنا كاس الاتحاد الاسيوي. نتمنى للجزيره المركز الثاني والوحدات الاول ان شاء الله بهاي البطوله في غرب اسيا. اكيد احنا بنتمنى يكون كاس الاتحاد الاسيوي يا للجزيره يا للوحدات، المهم يكون أرد على كل حال. بشكرك، شكرا لك سيدي، الله يعطيك العافيه. نذهب ونقلب باقي صفحات هذا العدد من المجله الرياضيه والى البطولات الوطنيه، حيث اقيمت في سحاب بطوله وطنيه، بطوله الاستقلال لكره القدم لخماسيات كره القدم، شارك فيها عدد من الفرق. في نهايه البطوله كان هنالك مباريات كرنفاليه او مباريات احتفاليه بهذه البطولة، وتوج رئيس بلدية سحاب الأبطال الفائزين في المراكز الأولى.
فمثل هذه البطولات الرياضية أكيد بلدية سحاب داعمة لها تماما، وإحنا مطالبين أستاذ ليث أنه نقوي جبهتنا ونقوي وحدتنا ونعطي الشباب فرصة أنهم يعني يعبروا عن طاقاتهم الموجودة. إحنا بدنا الطاقة الإيجابية اليوم، بدناش يعني فقط شعارات ومثل هذه الأمور. هذه المناسبات السعيدة دائما إحنا إن شاء الله بنهتم فيها، بنعمل مباريات، بنعمل بطولات إن شاء الله، واستمتعنا اليوم يعني بالنهائي البطولة، واستمتعنا بالمباراة النهائية مع التلفزيون الأردني، وكانت مباراة جميلة جدا الحمد لله رب العالمين، وفاز التلفزيون على فريقنا. والحمد لله هنا اليوم جهود الشباب، جهود المنظمين، الحمد لله كانت بطولة جيدة، كثير جيدة. كانت بطولة كويسة وقوية، وأشكر كل الموجودين وبالأخص رئيس بلدية سحاب عباس المحارنة، وأشكر كمان إذاعة التلفزيون. مناسبة عيد الجلوس الملكي نقدم أسماء آيات التهاني والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة والشعب الأردني. احنا بالنسبة لنا البطولات الرمضانية كل سنة، لكن السنة هاي سويناها احنا بطولة كأس الملك، ضمت البطولة 20 فريق من مختلف قرى سحاب ومدينة سحاب. وإلى محافظة جرش، حيث اختتمت على ملعب مجمع جرش الشبابي في الصالة الرياضية بطولة الاستقلال أردن النخوة. أسفرت المباراة النهائية بين فريق الجبارات والتعاون عن فوز الجبارات بهدفين مقابل لا شيء، احتل المركز الأول، فيما احتل فريق التعاون غزة المركز الثاني على مستوى محافظة جرش. وأكد مدير شباب جرش المهندس بشار بن هاني أن البطولة التي نظمت من قبل وزارة الشباب شارك فيها 28 فريق وما يقارب 280 لاعب من الفرق الشعبية على مستوى المحافظة. بطولة ألقاء التي ينظمها نادي جرش الرياضي تعبيرا عن مدى حبنا وولائنا لقيادي الهاشمي الحكيمة، شارك فيها عدة فرق رياضية من أبناء محافظة جرش، من قدامها اللاعبين، وكان أهدافها من أهدافها مد جسور المحبة والتعاون وتشاركه مع المجتمع المحلي وعودة اللاعبين وأبناء جرش ومحبين النادي إلى النادي، لأن النادي مقبل على استحقاقات كثيرة منها دوري الدرجة الثانية اللي بنتمنى إن شاء الله يصعد فيها النادي للدرجة الأولى. وبهاي المناسبة نرفع على سيدنا سيد البلاد بمناسبة تولي سلطاته الدستورية أجمل آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبات. هذه البطولة إنما هي تعبر عن اليوم عن اهتمامنا ومشاركتنا كمجتمع أردني محلي وفرق رياضية وهيئات مجتمع مدني بكل هذه المناسبات اللي الوطنية العزيزة على قلوبنا. بطولة القائد، بطولة الانتماء والولاء للقائد حفظه الله ورعاه، حيث قمنا من خلال بداية رمضان الكريم بالمشاركة تقريبا ما يقارب 12 مباراة، والحمد لله أنتجت جهودنا بفوز بالبطولة باسم نادي جرش الرياضي. نتمنى أولا، أنا بشكر التلفزيون الأردني حضور هذه البطولة وتغطيته، لهم منا من نادي جرش وأبناء جرش كل الشكر على ما قدموه بالبطولة هذه وتغطيتها، مشكورين. ونتمنى على حكومتنا الرشيدة دعم الأندية الرياضية على إقامة مثل هذه الأنشطة. وإلى بطولة الجويسمية الرمضانية لكرة القدم، بطولة الطيار عمر العنبر. هذه البطولة التي شارك فيها العديد من الفرق المحلية في المنطقة، واستمرت طوال شهر رمضان المبارك بمشاركة عدد كما تحدثنا كبير من الفرق في شرق عمان. البطولة حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة واستمرت حتى آخر أيام الشهر الفضيل.
تقريبا صار لها شهر من ثالث يوم رمضان لغاية الآن. مباريات ودية ومحبية جمعت من جميع أنحاء المنطقة شرق عمان. أشكر القائمين على هذه البطولة التي تحمل اسم شخص عزيز على قلوبنا اللي هو المرحوم الكابتن عمر العنبر. الكابتن عمر العنبر كان أحد ضباط القوات المسلحة، طيار مقاتل، وصل لرتبة عقيد، وكان من المشهود لهم بالانضباط والاحتراف بالعسكرية، وكان أحد طياري شركة الطيران الأردنية الوطنية الملكية الأردنية، وكان مشهود له بالسمعة الطيبة وبالخبرة الكبيرة. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا العدد من المجلة الرياضية. أكيد بشكر كل من كان معي في الاستوديو، أكيد وائل مساند وسمير الحجاج، علي الطهراوي، حسن المومني، وأكيد عبد الله الشرايدة، وطبعا دائما هنالك شكر للمخرج محمد جميل أمير. إلى اللقاء.